هاي كيجي، جود مورنينج، هاو ار يو؟ يلا قبل ما نبتدي في الفيديو بتاعنا ناخد ريفيجن سريعه. اوكي، التمرين ده بيقول لي عبر عن كل صوره. احنا هنا شايفين ايه؟ شايفين ان في كتاب ومكتب، واحنا اللي قلنا حروف الجر هي اللي بتفهمني معنى الجمله. طب يلا بينا، الكتاب على المكتب. يلا نكتب الكتاب، الكتاب على، وقلنا ان الياء هنا اسمها ايه؟ الف لينه. يعني ايه الف لينه؟ يعني بننطقها الف بس بنكتبها ياء. على المكتب، المكتب. اوكي كيجي، طب اقول لكم حاجه تانية. الكتاب، الكتاب نديله هذا كتاب ولا هذه كتاب؟ نقوله ايه؟ هذا كتاب. برافو، هذا هذا كتاب. الصورة التانية، سلة وتفاح. فهمنا ايه؟ فهمنا ان التفاح في السلة، التفاح في السلة. يلا بينا نكتب التفاح. يبقى ده ايه؟ ده مد بالالف، فاح. التفاح مد بالالف. طب فين الممدود؟ الممدود قبل المد، يعني الفاء هي يا ميس الحرف الممدود. برافو، الفاء هي الحرف الممدود. التفاح في السلة. كيجي، طب كلمة السلة تاخد هذا ولا هذه؟ هقول هذا سلة ولا هذه سلة؟ ها، هذه. برافو، هذه سلة، عشان كمان فيها التاء المربوطة. وقلنا ايه؟ التاء المربوطة ترجع للبنوتة، صح كيجي؟ عارفة ان من الاداب ان احنا نستأذن قبل ما ندخل؟ صح، ما ينفعش نفجع حد كده يا سمسمة، فجعتيني. انا اسفة يا ميس. اي ميس يو سمسمة، وحشتيني. اي ميس يو توتي. عاملة ايه؟ الحمد لله. عاملة ايه في الاجراءات الاحترازية يا سمسمة؟ ايوه طبعا عارفاها كلها. وبتعقمي ايدك ولا لا؟ اكيد. ولازم على طول نعقم ايدينا يا سمسمة، صح؟ على طول على طول على طول، وما نقعدش مع حد واحنا قريبين منه. بتعملي كده؟ ايوه طبعا. برافو عليك يا سمسمة، برافو، عشان ربنا يحفظنا كلنا. وانا هنا برضو انا وزمايلي على طول بنعقم ومش بنقعد قريبين من بعض. ايوه طبعا لازم. اوكي يا سمسمة، ممكن يا سمسمة تجيبي لي قلم؟ حاضر حاضر. ايه ده؟ قلم يا سمسمة؟ اولا ده مش قلم. ايه ده؟ ايه ده؟ ده قلم؟ ده كل دول يا سمسمة قلم؟ كل دول قلم؟ ده قلم؟ لا يا سمسمة ده قلم. ايه ده؟ ودول أقلام. صح. طب خديهم معاكي تاني. طب أنا عايزة تفاح. حاضر. أهو. سمسمة، دي تفاحة واحدة؟ أمال إيه ده؟ ده تفاح يا سمسمة، ده تفاح. تفاحة؟ تفاحة، تفاح. طب أنا عايزة زهور. برافو عليكي، دول زهور. طب دي الوحدة اسمها إيه؟ زهرة. زهرة، برافو يا سمسمة، برافو عليكي، برافو. طب أنا عايزة أقلام. هنا أقلام؟ برافو سمسمة، كده برافو، انت بدأتي تفهمي معايا. طيب بصي بقى يا سمسمة، انت عارفة ان ده اسمه ايه؟ قلم. قلم، برافو عليكي. ودولة زي ما قلنا اسمهم ايه؟ أقلام. أقلام، برافو. يعني في حاجة اسمها ايه؟ مفرد، وفي حاجة اسمها جمع.
المفرط حاجة واحدة بس يا سمسمة، زي قلم. الجمع حاجات كتير، زي ايه؟ زي أقلام. اوكي طيب، وريني بقى التفاح اللي معاكي تاني. انا عايزة التفاح. صح، برافو. بصوا يا اصحابي، ده ايه؟ دي تفاحة، ده مفرط حاجة واحدة. لكن دول ايه؟ دول ايه سمسمة؟ تفاح. يعني ده اسمه ايه التفاح ده؟ جمع ولا مفرد؟ جمع. جمع، برافو. يعني في فرق يا اصحابي ما بين مفرط حاجة واحدة وفي جمع اللي هي حاجات كتير. اوكي سمسمة، انت عارفة ان انا معايا اغنية للمفرد واغنية للجمع؟ انا بحب الاغنية. طب يلا بينا. يلا. المفرط حاجة واحدة زي قلم وطائر. المفرط حاجة واحدة زي قلم وطائر. الجمع ثلاثة فأكثر زي أقلام وطيور. الجمع ثلاثة فأكثر زي أقلام وطيور. برافو عليكي يا سمسمة. تاني يلا عشان أصحابي يقولوا معايا. المفرط حاجة واحدة زي قلم وطائر. المفرط حاجة واحدة زي قلم وطائر. الجمع ثلاثة فأكثر زي أقلام وطيور. الجمع ثلاثة فأكثر زي قلم أقلام وطيور. برافو عليك يا سمسمة، برافو 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 برافو. طب سمسمة، لو انت بقى بجد فهمتي معايا تيجي نحلوا مع بعض حاجات. يلا يلا بينا. كلمات 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 كلمات. سمسمة عندي كلمة ثوب. عارفة الثوب زي الفستان اللي انت لابساه الجميل ده، اسمه ايه؟ اسمه ثوب. طيب جمع ثوب ايه يا سمسمة؟ فكري. ثوب وثوب وثوب وثوب، مش معقول هنقوله عليها كده، اكيد ليها كلمة بتدل على انها جمع. ايه بقى؟ فكري. ثياب. ثياب، برافو سمسمة، برافو عليكي، ثياب. طب يلا نستعجل كلمة ثياب يا سمسمة. في في في، ايه الحرف اللي بطلع فيه لساني ده؟ ث. ث، برافو. في يا. يا يا يا، برافو. في ما انت قلت. برافو 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 برافو. ثياب. ب ب ب. طيب بص يا سمسمة، هي الياء هنا ممكن تبقى ياء مد؟ لا. ليه يا سمسمة؟ عشان ايه؟ عشان هي عليها تشكيل. برافو عليكي، واحنا قلنا المد ايه؟ ولا 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 همزة ولا 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 تشكيل. برافو عليكي يا سمسمة. طيب بصي بقى، عندي جمع كلمة جمل. انا عندي جمل عايزة اجمعه، هتبقى ايه؟ ها. جمول. 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 جمال. جمال يا سمسمة، جمال. جمال، يلا نكتب جمال. جيم ميم ما، يبقى ده ايه يا سمسمة؟ برافو، جمال. طيب بصي بقى، هنعكس، انا هقول الجمع وانت تقولي المفرد. ماشي ماشي ماشي. طيب نمل مفردها نملة. نملة، برافو برافو سمسمة، برافو. نم لا، برافو سمسمة. طيب بصي، لو قلت لك نملة هتاخد هذا ولا هذه؟ هذه. برافو، عشان فيها ايه؟ لا مربوطة. برافو. طيب تمر، بتحبي التمر يا سمسمة؟ ايوه ايوه ايوه، ده مفيد قوي. جميل. حلو قوي. طيب تمر مفرده ايه؟ تمرة. تمرة، برافو سمسمة، انت شطورة قوي. تمرة. طب يلا، عندي برج. برج جمعها ايه؟ انا عارفاها. قولي. ابراج. ابراج، برافو سمسمة، انت شطورة خالص. ابراج، برافو عليكي. طب هنعكس المرة دي، عندي اطفال. اطفال كتير، مفرده ايه؟ طفل. طفل، برافو عليكي، برافو، انت شطوره خالص يا سمسمة. طفل، برافو عليكي. طب انا عايزه اراجع معاكي بقى عشان اتاكد ان انت اتاكدتي من المفرد والجمع. انا دلوقتي عايزه من الاقلام الحلوه اللي معاكي قلم. ايوه ايوه انا عارفه دي.
هنا قلم. مرحبا سمسمة، بصي يا أصحابي سمسمة شطورة جابت لي قلم. هي فهمت إن المفرد حاجة واحدة بس. طيب تعالوا نختبروها تاني، يلا تختبروها معايا. طب سمسمة لو سمحتي أنا عايزة تفاح. تفاحة وتفاحة وتفاحة وتفاحة، مش هنفضل بقى كل شوية نقوله تفاحة وتفاحة وتفاحة وتفاحة، بنقوله في اللغة العربية الجمع بتاعهم اسمه ايه؟ تفاح، تفاحة، تفاح. طيب سمسمة أنا عايزة زهرة. زهرة. برافو زهرة زهرة زهرة. طب زهور؟ زهور. قوي الزهور بتوعك يا سمسمة جمال. زهور. انت كده يا سمسمة هتتلخبطي تاني في المفرد والجمع. لا 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 انا عرفته حلو قوي. يا طب قولي لي الاغنيه بتاعته يا سمسمة. المفرد حاجه واحده زي قلم وطائر. المفرد حاجه واحده زي قلم وطائر. الجمع ثلاثه فاكثر زي اقلام وطيور. الجمع ثلاثة فأكثر زي اقلام وطيور. برافو عليك يا سمسمة. وانتوا يا اصحابي خلاص عرفتوا الفرق ما بين المفرد والجمع. برافو عليكم عشان كلكم شاطرين. سمسمة قولي باي لاصحابي. باي.